بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من يستفتونك. خلال الساعات اللي فاتت كان هناك أمر يعني كان مثير للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو فيديوهات انتشرت لإحدى الإعلاميات مفيدة شيحة اللي كانت بترقص داخل باحة أحد المساجد في القاهرة في فرح بنتها اللي كان بيقام في المسجد، أو عقد القران اللي كان بيقام في المسجد. والكلام اتقال على إن هذا العمل طبعا هو عمل يعني ما ينفعش يكون في المسجد بهذا الشكل وما إلى ذلك. خلينا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عصام طليمة من علماء الأزهر الشريف. مرحبا بك دكتور. أهلا بك أستاذ المشاهدين الكرام. أهلا بك دكتور. يعني الجدل حول ما أثير طبعا مسألة إقامة الفرح داخل المسجد ده شيء كويس ومحمود، لكن يعني موضوع المشهد اللي تم انتشاره أو الكلام اللي اتقال إن حصل رقص وما إلى ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، لله وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. لا، هو طبعا مسألة إقامة الفرح في المسجد ده شيء جميل، لا ومش جميل ولا يعني إلا إذا كان بأداب وضوابط المسجد. بالضوابط المطلوبة. ضابط يعني طبعا الأصل ما الإسلام ما هواش لم يجعل المساجد مساجد كهنوتية فقط للتعميد وللإعطاء الأختام الدينية، لا، الإسلام المسجد فيه أوسع وأكبر من ذلك، هو مكان لعقد المؤتمرات والمشاورات وللهو البريء ولكذا، لكل هذا طبعا بضوابطه. وعقد القران في المسجد شيء جيد إن الناس يعني، وهذا من المتوارث عند الناس حتى غير المتدينين، إني دائما يحبون نيل البركة من أن يحضر شيخ لإعطاء كلمة ويكون في المسجد، وبشيء أشبه بال يعني الشيء الكرنفالي أو الشيء اللي هو متعلق بالتقاليد أكثر منه، يعني طبعا مش بان في التدين عن الناس، إنما أنا بقول أن كثير من الناس يعني هو أصلا علاقته بالمسجد عقد القران. طيب قبل المسجد هل اختار العروسة بناء على ما يقتضيه المسجد؟ يعني اختار بناء على الدين؟ وهو المسجد ده رمز للدين، فهل أنا تزوجت على مبادئ الدين؟ لما جيت أدفع مهر أهل العروسة تعاملوا معايا بالدين؟ هل لما جينا نتكلم في الجهاز رعينا بعض وما غلناش؟ ابتعدنا عن المغالاة في المهور، التشنج في الطلبات، المبالغة فيما هو يطلب وما لا يطلب؟ هل لما دخلنا المسجد أو لما جينا نختار اخترت بناء على معايير الشرع؟ إحنا المساجد بتتحول عندنا في بعض حالات الناس إلى مجرد يعني أشياء يعني نوستالجيا، يعني حاجة أشبه بالذكرى القديمة والشيء اللي هو يعني أثر من الآثار. وده طبعا من أكبر الأخطاء التي تصيبنا في مجتمعاتنا في التعامل مع المساجد والشرع. فالقرآن عندنا يقرأ في المآتم وكأن مكانه الجنازات، وفقد عقد القران عشان بس لأنه على الشرع يبقى في الجامع وخلاص، وحتى الشيخ بعمة وحاجة كده من باب الديكور. لا، الأصل الإسلام في نظرته للزواج والطلاق والنكاح والموت والحياة وكل ما يتعلق بحياة الإنسان، إن صلاتي ونسكي ومماتي لله رب العالمين. كل ما يتعلق بحياة الإنسان لله رب العالمين، لأن لله من في السماوات ومن في الأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولله ملك السماوات والأرض، ولله خزائن السماوات والأرض، ولله ميراث السماوات والأرض، فكل هذا لله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون وفق ومقتضيات ما شرع الله عز وجل، فما ناخدش حتة ونسيب حتة. ما تبقى من آثار الناس تتزوج الزواج في المسجد، طيب على رأسنا جميل كلام زي الكل كويس، إذا ننضبط بأداب وضوابط هذه المساجد. يعني إذا أنت داخل متحف اللوفر أو داخل متحف الشمع، هل مسموح لك تولع كبريت في متحف الشمع؟ لا ما ينفعش. لا ما ينفعش، لأنه ضد أثر ضد الأساس نفسه يعني. طيب في مكان من الأماكن الفلانية ساعات بيبقى ممنوع التصوير، لأن الصور نفسها مؤثرة على الشيء التراثي ده. أشياء يقول لك ممنوع اللمس. هل دايما كهنوت وتشدد وتنطع وكذا وحولتوها وكهنوت؟ لا. يعني لما تلاقي عندك دائما، لو أنت مكتوب عند الأماكن في البحر يكتب لك ممنوع السباحة خلاص؟ ليه؟ في سمك قرش
هل ده تقييد لحريتك ولا حفاظ على حياتك؟ لا، حفاظ على حياتك. العاقل يفهم كده. المتخلف بقى اللي دايما بجنونه، عند الدين يبقى تقييد الحريات، لكن عند القوانين والحياه لك لا لا، استمرارات للحياه والصحه بيحافظ على حياتك. لازم تلتزم بالحكايه دي، والا تبقى مش متحضر، تبقى راجل غبي. اه طبعا، شكرا. طب مين عند اداب المسجد واخلاقيات المسجد واداب الشرع؟ لا، احنا عايزين ننفلت، مفيش اي شيء يربطنا. لكن عند القوانين البشريه اللي يعتبرها الخطا والصحه ويعتبرها الضرر والمنفعه، لا، عايزين نحترمها. عند الشرع الذي لا يكتنف احكامه سبحانه وتعالى الا المصلحه، المصلحه للبني ادم، ان الله هو الغني. طب انا مش محتاج لعبادتنا يا جماعه، يعني عشان بس نفهم، لما الشرع يحط لنا اداب وضوابط وحاجات معينه، مش لحاجه الشرع لذلك، لحاجتك انت ان تكون متادبا مع الله في هذا المكان. والا ما في ياما ناس اساءت الادب مع الله، وبعدين لم يضر الله شيئا ابدا. ولذلك الحديث القدسي الجليل خير معبر في الحكايه دي: يا عبادي، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد ما زاد هذا من ملك شيء. يا عبادي، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد ما نقص هذا من ملك شيء. يعني لا الطاعه بتزود ربنا حاجه، ولا المعصيه بتنقصه من حاشاه سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يشركون. يعني اذا ما عندناش ازمه، بالعكس، على راس من فوق دخول المساجد وعقد الحرام في المساجد، لكن يكون باداب المسجد. يعني اذا احنا لو داخلين ضمن القوات المسلحه لازم تفتش وتتراعى وتبقى كل احترام. حلو. طيب، داخل مكان، داخل اسم الشرطه، بتضطر تمسك، تبقى رايح وتتحمل وتبقى عمال تسمع سباق. إذا داخل كنيسة بتسأل الناس: يا جماعة مسموح لي وأقعد فين؟ ده اللي بيحصل؟ بيحصل. يعني عادل إمام لما جه يمثل فيلم حسن ومرقص، هو عمر الشريف، ده تصريح منه هو نفسه، قال إن راح، والبابا شنودة نفسه كمان قال الكلام ده، صحيح، يعني الطرفين، البابا شنودة اللي قال إني ذهب إليه واستشاره. لان الدور في واحد كان قسيس ويقلع اللبس عشان متهدد في حياته، فقال له: لا، في درجه من عندنا من الكهنوت ما ينفعش تقلع لبسك، ولا تحلق دقنك، ولا تقلع اللبس بتاعك، لبس الكهنوت، فلازم تغير الدور، تبقى مسيحي لدرجه معينه، رهبنه لمستوى معين، ده بيسمح بيه تحت الظروف تقلع وتحلق دقنك. اضطر عادل امام يغير عشان الدور يمشي مع مين؟ مع التعاليم الكنسيه اللي هو مش مطالب يروح ده للبابا شنوده ولا يسال، ده دور، ولا كتير من الناس هيركز في الحكايه دي. طيب، بينما عمر الشريف لما جه يعمل دور الراجل الملتزم الملتحي، لما يقلع الجلابيه البيضاء والطاقيه ويحلق دقنه، طيب عمر الشريف راح لشيخ يساله؟ لا. عادل امام راح لشيخ يساله؟ لا. المنتج ولا الهوى. طيب، وبعدين البابا شنوده بعد كمان امير رمزي، اخواني رمزي، مستشار قانوني، كل شويه ينط لهم في اللوكيشن بتاع التصوير، مكان التصوير، يشوف ملتزمين بالحكايه دي ولا لا. وكان يعني على حسب ما نقل البعض، كان عادل امام بيزحلقه كل شويه، يعني مش مهتم، لكن هو من البدايه اهتم بانه يسال، لانه ما حبش ان حد يقعد دايما يتخطط له. يعني إشكال الأصول في المسألة لما بنروح في مساحة دين الآخرين بنبقى محترمين ومؤدبين قوي. مين عندي ديننا؟ فما حدث في باحة مسجد محمد علي بالقلعة، حد يقول لي: لا، ده الصحن هو جزء من المسجد. وإلا هل يملك أحد ياخذ الساحة دي ويبني عليها؟ لا، جزء من المسجد، هو جزء من المسجد، حرم المسجد، لانه ضمن اسوار المسجد، خلاص، فهو مسجد له احكام المسجد. طيب، اصل طيب، يعني اذا تم في راس، تم الراس، محدش يقدر يخبي موقف زي ده.
والغريب الفجاحة بتاعت مسائل إعلامية إني يعني قالت شكلك وحش، شكلك اللي وحش، اللي الناس اعترضت، يعني الناس مش شكلها وحش، الناس اعترضت على شيء مس مقدس عندها. الأصول كنت أنت توضحي إن كنت أخطأتي، ولو أخطأت تعتذري وخلاص خلصت المسألة. ما هياش يعني ما هياش يعني شنق ولا إعدام للناس. وارد أي حد يغلط في الدين بالمناسبة، يعني يعني مسألة إنك تغلط وتبقاش عارف ده مسجد وأحكام المسجد له أحكام، وارد تبقى داخل مكان معين ومتش عارف واخد بالك. ساعات تبقى بعض المساجد عند الأتراك في المدخل ممنوع تبقى بالجزمة بتاخدها، فتلاقي دي عندك إشارة وأنت مش واخد بالك، حد ينبهك بتعمل إيه؟ تقفل وترجع وتحطها مكانها. سهلة، ما هياش صعبة، المسألة بسيطة جدا. وارد وانت في البرنامج تغلطي في اسم حد وتعتذري من الصحيحين، تغلطي حد غلط وتقولي عفوا وتعتصي اللي هو شيء لا ارادي، بتقولي ايه عفوا اسفا. ده اللي بيحصل من المذيعات او المذيع، يعني خليه واحد راح كحك مثلا، المذيع يقول ايه عفوا. طب عفوا من ايه؟ ما انت ما عملتش حاجه غلط، لكن هو من باب الذوق الظهور الاعلامي اني وده شيء مش يعني ما انتش مثلا عطست ولا كحيت قاصد، لا انت ده شيء لا ارادي، يعني لا تحاسب عليه اصلا فرعا ولا قانونا، انما غير لائق ادبيا. هو ما كان عندنا الاستاذ احمد طه ومعاه محامي يعني تابع للنظام ولع السيجار على الهواء، عمل ايه معاه؟ قال له طب اتدخن؟ قال له الضيف قال له ده ممنوع، قال له مش ممنوع قانونا بس ممنوع اعلاميا، يعني ده تطبيق ليه شيء ممنوع. ولذلك جمعيه مكافحه التدخين كرمت احمد طارق الاستاذ احمد طارق الاعلامي لان ده موقف. هل واحنا لما تيجي تقيم الموضوع قانونا وغلط في شيء قانونا؟ لا ما غلطش في شيء قانونا، بس المساله ما هياش قوانين بس، لا في اعراف وفي تقاليد، ده اذا كان ده مقبول قانونا، انما اللي عملتوه شرعا لا ممنوع شرعا. ممنوع مش مثلا في موضع خلاف، لا وموجود في وسطهم عمه ما فرقتش كتير، يعني ولو في طبله كان طبل لهم، واصلا طبيعي بيروج لانه انا قاعد اطبل لبلدي، فمش هتفرق معاه انه يطبل لبلده ولا لحد تاني، يعني اللي قاعد هو مش بلد هو بيطبل للنظام، ويقول لك احنا بنطبل وبنظلم النظام، احنا طبلين للنظام. حلو، طب انت بتطبل للنظام باسم الشرع لا باسم مصلحتك. فلم يكن مستغربا، حتى هي اثنت على موقفه ان شيخ ما عندوش كلكعه، لا هي القصه مش كلكعه، القصه ان المساله شرع ودين، فكان المفروض ان الناس تحترم يعني الاماكن المقدسه اماكن العباده، تحترم مشاعر الناس. المسائل دي كانت بسيطه جدا، واحيانا الانسان العاقل اذا ارتكب شيئا حتى لو عن خطا حتى لو عن عمد، كلمه انا اسف اعتذر بتبقى هي العلاج الوحيد، وليست المكابره وليس المغادله في الامر.